مساء الخير، انا اسمي الدكتور الفونس تغيان، انا خريج جامعه اسكندريه وسافرت في امريكا وحاليا استاذ اورام في استادي الاشعه العلاجيه في جامعه هارفارد. انا عايز اقول كلمه صغيره للناس. اولا اورام السادي دي هي مش زي زمان، كانه حكم اعدام. في حاليا امل كبير جدا ان في الشفاء. اهم حاجه ان الواحده تكتشفه بدري، والاكتشاف البدري ده بيحتاج ان يحصل ماموجرام، يعني كل سنه او كل سنتين لازم يحصل نوع من الاشعه على الثدي. لو لقوا حاجه صغيره يعالجوها على طول، والشفاء بيكون كبير جدا. حاجه كمان، لو في قرايب كتيره عن جالهم ورم الثدي، دي برضو مهمه جدا ان تاخدي بالك انك دايما تكشفي على نفسك وتشوف لو في اي حاجه صغيره تشوف الدكتور على طول، لان كل ما الاكتشاف بيكون بدري كل ما الشفاء بيكون عالي. بعد كده لو حصل ان اكتشفوا الورم ما تخافيش، محتاجه جراحه. ولو محتاجين علاج كيماوي برضو ما تخافيش، العلاج الكيماوي لو انت محتاجاه هيخلي احتمالات الشفاء عاليه. ولو محتاجه علاج اشعاعي ده برضو ما تخافيش، جلسات تبقى 4 أسابيع او 5 أسابيع. ما عادش زي زمان بتسبب حروق وكده، لا دلوقتي التكنولوجيا حاجة تانية خالص. فأنا عايز أقول الأمل في الشفاء بقى عالي جدا. سنة 2018 في مؤتمرات كتيرة واكتشافات كتيرة خلت أورام الثدي تكون فعلا احتمالات شفائها عالي جدا، وشكرا.